يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الخامسه والستون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع. المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون. والقادمون في انتظارهم مستقبلون. معهم سيذهبون. وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ. وغربة, وغربة الأيام, الأيام هم تضحك أيامي, أيامي وأشوفنك أنك هم تضحك أيامي, أيامي وأشوف أنك لو, لو حزن أسود, أسود. يظل طول يضل الطريق. الطريق الدرب, الدرب موحش يا إمام يعني. موحش. موحش موحش يا, يا امام يا الدرب موحش يا امام يا لا صديج ولا رفيق سأبقى, سابقى اودع المغادرين وأستقبل, واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز, عزيز, علي, عزيز علي, علي يا إمام عزيز علي عزيز علي, عزيز علي, علي, عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم وهذا هو الجزء الحادي عشر في الحلقه الماضيه حدثتكم عن المقام البشري المقيد وعن المقام البشري المطلق للامام المعصوم وكل ذلك انما هو بحسبنا انها جهه الاسوه التي عنونتها المقام البشري المقيد وانها جهه التوجه على مستوى العقيده والعباده الى وجه الله الذي بين اظهرنا وهذا هو المقام البشري المطلق لا اريد ان اكرر كلامي الذي ذكرته لكم في الحلقه المتقدمه انما اريد ان اشير اشاره ترتبط بهذين المقامين هذه الاشاره تنبئنا بسعه وعظمه المشروع المهدوي من هنا فان هذين المقامين سيتجليان بشكل واضح وواضح جدا في شؤون الدوله القائميه المهدويه لازلت اقرا الاحاديث في الاجواء نفسها التي تقدم ذكرها في الدولة السليمانية في دولة سليمان النبي ومملكته وما يرتبط بذي القرنين وما حدثتكم بعد ذلك من حديث العترة الطاهرة الكتاب الذي بين يدي هو بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري توفي الشيخ الصفار سنة 290 للهجرة الطبعة التي بين يدي هي طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان وهذا هو الجزء العاشر فالكتاب مقسم الى اجزاء مرادي من الجزء العاشر انه الفصل العاشر الباب العاشر فكل هذه الاجزاء تجمع في هذا الكتاب في هذا المجلد الذي بين يدي الجزء العاشر الباب الرابع بعد العاشر انه الرابع بعد العاشر الباب الرابع عشر عنوانه باب في الائمه أن الخلق الذين خلف المشرق والمغرب يعرفونهم ويأتونهم ويبرؤون من أعدائهم الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق عن ابائه عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ان لله بلده خلف المغرب الحديث عن المغرب انه المغرب الذي سار اليه ذو القرنين المغرب الذي هو في خارج الكرة الأرضية إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقا وفي جابلقا سبعون ألف سبعون ألف امه ليس منها امه الا مثل هذه الامه مثل هذه الامه في تكليفها وفي دينها الحديث عن امه محمد صلى الله عليه واله إن لله بلدة خلف المغرب الحديث عن المجرة الحديث عن الفضاء يقال لها جابلقة وفي جابلقة سبعون ألف أمة ليس منها أمة الا مثل هذه الامه في الدين والعقيده لا في تصرف الامه وما فعلت وما ارتكست فيه من ضلال وارتداد ان كان ذلك في سقيفه بني ساعده او كان ذلك في سقيفه بني طوسي منذ ان اسس اطوسي حوزته المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقا وفي جابلقا سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة فما عصوا الله طرفة عين فما يعملون عملا ولا يقولون قولا إلا الدعاء على الأولين على الجبت والطاغوت على قتلة الزهراء فما يعملون عملا ولا يقولون قولا الا الدعاء على الاولين والبراءه منهما والولايه لاهل بيت رسول الله لا اريد ان اقف عند كل هذه التفاصيل كل الذي أريد أن أثبته من أن كوننا الفسيح فيه الكثير من المخلوقات وهذه المضامين تتعاضد مع آيات القرآن التي تلوتها عليكم في الحلقات المتقدمة من أن الله بث الدواب وهي الكائنات التي لها دبيب بثها في أرضه وفي سماواته لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بهذا الخصوص إنما أقرأ هذه الأحاديث أقرأها تطبيقا للمضمون القراني المتقدم الذكر من ان الله بث في الارض دوابها الحديث عن كائنات لها دبيب الانسان الطير الأنعام سائر الحيوانات من حيوانات البر والبحر إلى غير ذلك إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقة وهناك بلدة أخرى يقال لها جابورسا الروايات حدثتنا عن جابلقا وحدثتنا عن جابورسا انا لا استطيع ان اقرا كل الاحاديث في حلقات ضيقه الوقت وفي برنامج تلفزيوني محدود إنه برنامج محدود من جهة الوقت ومحدود من جهة المعطيات التي تعرض فيه. إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابولقا وفي جابولقا سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة دينها مبني على البراءة والولاية هذا هو الذي يريده أمير المؤمنين لكن هؤلاء في جاب لم يكونوا غدرة. فجرة ملعونين كهذه الأمة التي ارتدت بعد رسول الله ولم يكونوا خونه نبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون مثلما خاطب امام زماننا اكثر مراجع الشيعه زمان الغيبه الكبرى مذ جنح كثير منكم الى ان قال لهم من انكم نبذتم العهد الماخوذ منكم وراء ظهوركم انهم خونه سفله الحديث عن اكثر مراجع الشيعه هذه رساله امام زماننا هي الرساله الاولى للشيخ المفيد التي وصلته سنة 410 وعشرة للهجرة قبل وفاته بمدة قليلة بمدة قليلة من السنين الرسالة وصلت سنة 410 وعشرة للهجرة والمفيد توفي سنة 413 وثلاثة عشر للهجرة فهؤلاء في جابلقة لهم بغدرة فجر غدروا بالغدير ولا بخونة سفل جنحوا الى المسار الضال الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا وخانوا العهود والمواثيق انهم اكثر مراجع الشيعة زمانا الغيبه الكبرى نذهب الى فاصل عن جابر الجعفي عن ابي جعفر الباقر صلوات الله عليه الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيءكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل اخوان الترك حتى ينزل الجزيره وستقبل مارقه الروم حتى ينزل الرمل، فتلك السنه فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب فاول ارض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات رايه الاصهر ورايه الابقع ورايه السفياني الحديث الثاني من الباب نفسه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان من وراء ارضكم هذه ارضا بيضاء ضوءها منها لان ارضنا ضوءها من الشمس الامام يتحدث عن أرض بيضاء ضوءها منها ومر علينا في رحلة ذي القرنين من أن ذا القرنين لما تجاوز الظلمة وصل إلى أرض مضيئة إلى أرض حمراء الى تلك الرمله الفركه اللينه التي كان حصاها اللؤلؤ مثلما حدثنا بذلك الاصبغ ابن نباته عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فكانت تلك الارض التي وصل اليها ذو القرنين ما بعد الظلمه وصل الى مكان مضيء لا بضوء نهار ولا بضوء شمس ولا بضوء قمر انا لا اريد ان اقول من ان الارض هذه هي تلك التي بلغها ذو القرنين انما اردت ان اقول من ان هذه المضامين متكرره في الروايات والاحاديث هذا هو الذي اردت ان اقوله ان من وراء ارضكم هذه ارضا بيضاء ضوءها منها وليس من الشمس فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا هذه جموع من دواب السماوات تختلف عن الأمم التي تعيش في مملكة جابلقة إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا يتبرؤون من فلان وفلان الرواية الثالثة بسنده بسند صاحب البصائر عن عبد الرحمن بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن من ورائي عين شمسكم هذه اربعين عين شمس العين هي من اسماء الشمس فعين شمسنا يعني هي هي بكامل تكوينها هي هي بكل خصائصها واثارها ان من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير والمراد هنا من عين شمسنا المجموعة الشمسية فالشمس في المركز والكواكب تدور حولها وكأن الشمس بمثابه العين وكل شيء يدور حول هذه العين فنحن نرى بواسطه هذه العين عيوننا من دون ضوء الشمس لا تستطيع ان ترى الاشياء لان صور الاشياء تنتقل الينا من خلال الضوء الضوء هو الذي ينقل لنا صور الاشياء فصور الاشياء تصل الى عيوننا عبر مسار الضوء لكننا لا نتحسس هذا بسبب سرعة الضوء الهائلة في نقله للصور ان من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير وإن من وراء قمركم أربعين قمرا فيها خلق كثير ان من وراء قمركم لم تستعمل الرواية لفظة عين لأن القمر ما هو بموجود في مركز المجموعه الشمسيه هو دوار حول الارض وانما يشير امامنا الصادق الى الشمس والى القمر باعتبار ان الشمس واضحه بالنسبه لنا وباعتبار ان القمر واضح بالنسبه لنا، علامات واضحه في السماء. ان من وراء عين شمسكم هذه اربعين عين شمس فيها خلق كثير وان من وراء قمركم اربعين قمرا فيها خلق كثير لا يدرون ان الله خلق ادم ام لم يخلقه مثلما نحن لا ندري عن الكائنات الكثيره في هذا الكون لا نعرف عنها شيئا لا يدرون ان الله خلق ادم ام لم يخلقه الهموا الهاما لعنه فلان وفلان قد تقولون لماذا هذا الاصرار على لعن فلان وفلان القضيه لا ترتبط بهما فلان وفلان رمز عنوان لكل ما يخالف محمدا وال محمد وهذا الكون بقضه وقضيضه خلق لاجلهم هذا هو كونهم مثلما نقرا في حديث الكساء الشريف في حديث الكساء اليماني المروي عن الصديقه الكبرى صلوات الله عليها فهذا الكون كونهم القضيه لا تعني ان اهميه كبرى للاول والثاني ابدا انه رمز للبراءه وتاكيد من الائمه يوجهون انظارنا الى اهميه عقيده البراءه البراءه هي البوابه للوصول الى الدين النظيف والى العقيده السليمه مر علينا في الحلقات المتقدمه من برنامج الخاتمه حينما حدثتكم عن البراءه من ان البراءه بمثابه وضوء الصلاه الصلاه من دون الوضوء لا تسمى صلاه لا صلاه الا بطهور لا بد من تحقق الوضوء قبل الصلاه بكل شرائطه بالتمام والكمال ولا بد ان يكون الوضوء ممازجا للصلاه من اول حرف الى اخر حرف علينا ان نحقق الوضوء بالتمام والكمال قبل الصلاه ولا بد ان يكون الوضوء مصاحبا للصلاة بالتمام والكمال على طولها وعلى عرضها ولن تكون هناك صلاة اذا ما انتقض الوضوء في جزء يسير من اخر ثانيه في الصلاه قبل انتهاء الصلاه اذا يجب اتيان الوضوء بكل شرائطه بكل خصائصه ويجب ان نحافظ على وضوءنا من اول الصلاه الى اخرها الصلاه لها وقت العقيده ليس لها من وقت فلا بد ان نحافظ على البراءه الى اخر ثانيه من حياتنا الصلاه لها وقت العقيده ليس لها من وقت يجب علينا ان ندخل الى عقيدتنا النظيفه السليمه من خلال بوابه البراءه واهم ركن في عقيده البراءه البراءه الفكريه البراءه العاطفيه مهمه البراءه العمليه مهمه البراءه القوليه مهمه لكن هذه المراتب من البراءه لا قيمه لها من دون البراءه الفكريه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا فلا تنفع البراءه العاطفيه ولا تنفع البراءه العمليه ولا تنفع البراءه القوليه الا نفعا يسيرا النفع الاعظم والسر الاعظم في نجاح الوصول الى العقيده السليمه هو من خلال بوابه البراءه الفكريه التي ياتي في حاشيتها ما ياتي من براءه عاطفيه وبراءه عمليه وبراءه قوليه هذا التركيز في هذه الروايات والاحاديث من ان هذه الممالك في السماء وهذه الامم وهذه المخلوقات وهذه الكائنات مثل ما جاء في الروايه الثالثه هؤلاء لا يدرون ان الله خلق ادم ام لم يخلقه اساسا لا يعرفون شيئا عن ارضنا ولكنهم الهموا الهاما لعنه فلان وفلان لا بد ان نتذكر من ان فلانا وفلانا في الارض والارض هي العاصمه ارض فيها الامام يسكنها الامام يقطنها الامام يتخذها مقرا له انه امام الوجود فارض فيها امام الوجود هي عاصمه الوجود حين اتحدث عن الوجود هنا اتحدث عن زينه السماء الدنيا لا اتحدث عن الوجود بكل ما لهذه الكلمه من معنى وانما اتحدث عن الوجود بحدود كوننا الدنيوي كوننا الدنيوي زينه السماء الدنيا هذه المجرات السمائيه الهائله وهذا الامتداد الفضائي الكوني بكل تلك الاجرام التي لا نعرف عن اسرارها ولا عن اعدادها ولا عن خصائصها شيئا ما وصل اليه الانسان رغم انه قطع اشواطا عظيمه في العلم بالقياس الى الاجيال القديمه من اجيال بني البشر من ولد ابينا ادم فالعلم في زماننا قطع اشواطا عظيمه هائله لكنه لم يطلع على شيء بالقياس الى ما يجهله علماء الارض ارضنا صغيره امكاناتنا محدوده علمنا ضيق اما كوننا فهو واسع فسيح ممتد وهو في حاله توسع اسراره عظيمه هائله لا نعرف منها الا يسير المعلومات فلعنه فلان وفلان هي رمز لان فلانا وفلانا في العاصمه في الارض ولان فلانا وفلانا باشر العداء مع محمد وال محمد القضيه ليست لاجلهما وانما لاجل ما فعل فلا قيمه لهما بالقياس الى محمد وال محمد هذا الاهتمام بلعنه فلان وفلان من جهه ان فلانا وفلانا في الارض من الجنس الآدمي والجنس الآدمي في قبة أبينا آدم ومن سلالة أبينا أهدم له خصوصية فهو المستخلف على العاصمة ومحمد وآل محمد في مظهر إمامتهم على هذا الكون في الصورة الآدمية ومر الحديث عن المقام البشري المقيد وعن المقام البشري المطلق وهذان المقامان هما المقامان اللذان يرتبط المشروع المهدوي بهما هذا المشروع الذي سيكون نظاما لكل كوننا القضيه ليست مختصه بالارض وما جرى في الدوله السليمانيه وما جرى في زمان ذي القرنين الى بقيه التفاصيل كل ذلك إشارات إلى انبساط المشروع المهدوي على كوننا الواسع الممتد الذي هو في حال توسع في كل لحظة من لحظات وجودنا. القضية قضية فيها افاق رمزيه القضيه لا ترتبط بفلان بما هو فلان وبفلان الثاني بما هو فلان القضيه افاقها تمتد الى انهما من الجنس الادمي والجنس الآدمي له خصوصية إلى أنهما في العاصمة في الأرض إلى أنهما عادا بشكل مباشر محمدا وآل محمد إلى أنهما قتلا زهرة الوجود ففاطمة هي زهراء الوجود وهي زهرة الوجود وهي زهرة الوجود هذه أسماؤها هي الزهراء وهي الزهرة وهي الزهرة صلوات الله وسلامه عليها حينما أقول لكم مردنا في البدايه والنهايه الى فنائها يا زهراء هذه الروايات تشير بحسب فهمكم للاشارات من قريب من بعيد تشير اليها فاطمه يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة يصلي الباري على من يصلي عليها ويلعن الباري يلعن الجبار من اذاها ومن جفاها ومن 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 قتلها الصادق يقول في الروايه الثالثه من الباب الرابع عشر من الجزء العاشر من بصائر الدرجات لشيخنا الصفار الصادق يقول ان من وراء عين شمسكم هذه اربعين عين شمس فيها خلق كثير وان من وراء قمركم اربعين قمرا فيها خلق كثير لا يدرون ان الله خلق ادم ام لم يخلق الهموا الهاما لعنه فلان وفلان انتقل بكم الى الحديث الثامن من الباب نفسه بسنده بسند شيخنا الصفار عن عجلان ابي صالح قال سالت ابا عبد الله سالت الامامه الصادقه صلوات الله عليه عن قبه ادم قبه ادم المراد منها زمان ادم ومكان ادم مركز القبه هي ارضنا قبه ادم هي قبة المشروع المهدوي العاصمة الارض والامتداد في هذا الكون الفسيح فقبة ادم زمان ادم ومكان ادم هذا المراد من قبة ادم سألت ابا عبد الله انه امامنا الصادق صلوات الله عليه عن قبه ادم فقلت له هذه قبه ادم فقال نعم هذه قبه ابينا ادم انها قبه المشروع المهدوي انها العاصمه الامام مستمر في حديثه فقال نعم ولله قباب كثيره هناك قباب كثيره لكنك اذا كنت تسال عن القبه العاصمه عن قبه ادم فهذه هي قبه ادم عجلان ابو صالح سال الامام الصادق عن قبه ادم فقال له هذه قبه ادم فقال الامام نعم ولله قباب كثيره اما ان خلف مغربكم الحديث عن مغرب الكره الارضيه وليس عن مغرب على سطح الارض وانما عن مغرب يقع خارج الأرض أما أن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثين مغربا أرضا بيضاء ومملوءة خلقا يستضيئون بنورنا هذه مجموعات أخرى يستضيئون بنورنا مرت علينا روايات عن كائنات سماوية تستضيء بشموس وبأقمار هي غير شمسنا وقمرنا ومر علينا أيضاً هناك كائنات تستضيء بضوء من الأرض نفسها من دون شمس أو قمر وهذه كائنات تستضيء بنورهم فإن الله بث في السماوات في هذا الكون الفسيح بث دوابا كثيرة مثل ما بث دوابا كثيرة في ارضنا اما ان خلف مغربكم هذا تسعه وثلاثين مغربا ارضا بيضاء ومملوءة خلقا يستضيئون بنورنا لم يعصوا الله طرفة عين لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق يبرؤون من فلان وفلان قيل له كيف هذا يتبرؤون من فلان وفلان وهم لا يدرون اخلق الله ادم ام لم يخلق ما هم من ولد ادم فقال للسائل اتعرف ابليس تعرفه معرفه مباشره هل رايته هل تكلمت معه هذا مراد الامام فقال للسائل اتعرف ابليس قال لا الا بالخبر اخبرونا عن ذلك اخبرنا الرسول اخبرنا الامام اخبرنا القران فقال للسائل اتعرف ابليس فقال لا الا بالخبر قال فامرت باللعنه والبراءه منه قال نعم قال فكذلك امر هؤلاء احاديث الائمه تنساب انسيابا كانسياب الماء الصافي انها العيون الصافيه كما وصفها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة، عن عبد الكريم، قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات او هلك في اي واد سلك فقلت وما استداره الفلك فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنه يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق, على الحق ويكون, ويكون قتل بين, بين الكوفة والحيرة, والحيرة قتلهم على سواء وينادي مناد من, من السماء وعن, وعن امامنا الباقر, الباقر ايضا صلوات, صلوات الله, الله وسلامه, وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة الحديث الحادي عشر من الباب نفسه ومن المصدر نفسه أيضا عن إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه الرواية عن إمامنا الصادق وهكذا عن الأئمة عن إمامنا الحسن السبت إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب عليهما سور من حديد وعلى كل مدينه منهما سبعون الف الف مصراع من ذهب وفيها سبعون الف الف لغه يتكلم كل لغه بخلاف لغه صاحبه وفيها سبعون الف الف لغه يتكلم يبدو ان الفاعل قد سقط من الروايه المراد من الفاعل المتكلم يتكلم كل واحد كل متكلم لغة بخلاف لغة صاحبه والإمام يقول الإمام الحسن يقول وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما فيهما وما في هاتين المدينتين وما بينهما وما عليهما حجة غيري وغير الحسين أخي هذه الأحاديث ربما ربما بعض الأحاديث تكون شارحة لروايات ولأحاديث أخرى لكنها بالإجمال تتحدث عن الكثير من البقاع في الكون وعن الكثير من الممالك والمدن والأجرام السماوية المسكونة والتي فيها ما فيها من اصناف الخلائق الكثيره هذا المنطق ينسجم مع منطق القران الذي يخبرنا من ان الله بث الدواب في الارض وبث الدواب في السماء اتحدث عن السماء الدنيا فلا تقرأوا هذه الاحاديث ولا تنصتوا الي وانا اقرأ هذه الاحاديث بعيدا عن تلكم الايات. النبي امرنا ان نتمسك بالكتاب وبالعترة ومن ابرز مصادق التمسك بالعترة أن نتمسك بحديثها. نحن مأمورون أن نتمسك بالكتاب وبحديث العترة على حد سواء بالقوة نفسها وفي الوقت نفسه، ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمرت علينا الايات واضحه صريحه حينما حدثتكم عن مصطلح الدابه، عن هذا المصطلح المتحرك في سور القران واياته من جمله المطالب الواضحه التي حدثتكم عنها من ان الله سبحانه وتعالى نشر دواب الارض في الارض ونشر دواب السماء في السماء لقد بث الدواب في الارض وفي السماء بالدرجه نفسها وبالنسبه نفسها هكذا دلت الايات الواضحه والبينه وهكذا بينت وذكرت لنا كل هذا مر علينا فما نقراه هنا في هذه الروايات والاحاديث هو تطبيق للذي مر علينا في مضامين تلك الايات اعيد قراءه الروايه مره اخرى عليكم عن إمامنا الحسن السبط صلوات الله عليه: إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب. عليهما سور من حديد وعلى كل مدينة منهما سبعون ألف ألف مليون. سبعون مليون سبعون ألف ألف مصراع من ذهب إنها مصارع الأبواب المصراع هو جانب من الباب إنها الأبواب يعبر عن الباب بالمصراع أيضا وعلى كل مدينة منهما سبعون ألف ألف مصراع من ذهب وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم كل متكلم كل واحد لغة بخلاف لغة صاحبه وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما ما في تلك المدينتين وما بينهما وما عليهما حجه غيري وغير الحسين اخي صلوات على الحسن والحسين وعلى امهما فاطمه اذهب بكم الى الحديث الرابع من أحاديث الباب نفسه، هذه الرواية طويلة، سأقرأ جانبا منها، عن هشام الجواليقي، عن أبي عبد الله، هذا هو هشام ابن سالم من الشخصيات الشيعية المعروفة البارزة عن هشام الجواليقي عن ابي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ان لله مدينة خلف البحر مراده خلف البحر باعتبار ان التصور في اذهان الناس ان البحر حينما ينتهي تنتهي الارض والا فان مراد الامام من خلال التفصيل الذي سياتي مراده في هذا الكون الفسيح في الفضاء ان لله مدينة خلف البحر سعتها مسيرة أربعين يوما فيها قوم لم يعصوا الله قط ولا يعرفون ابليس ولا يعلمون خلق ابليس نلقاهم في كل حين فيسالون عما يحتاجون اليه ويسالون الدعاء فنعلمهم ويسالون عن قائمنا حتى يظهر الذي يبدو لي متى يظهر، ولكن نقرأ النص كما هو. نصوص الاحاديث تتعرض للتحريف وللتصحيف، وتتعرض للاهمال من الكتاب والنساخ، وقد يخطئون في الكتابه ويعلمون خطاهم لكنهم لا يصححون اخطاءهم ويسالون عن قائمنا حتى يظهر ويسالون عن قائمنا حتى يظهر اي انهم مستمرون بالسؤال عن قائمنا الى وقت ظهوره وفيهم عباده واجتهاد شديد الاجتهاد هو مواصله العباده وفيهم عباده واجتهاد شديد ولمدينتهم ابواب ما بين المصراع الى المصراع مصارع الابواب جهاتها عاده الابواب الكبيره تتالف من مصراعين وربما اكثر لكن المعروف ان الابواب الكبيره تتالف من مصراعين من جهتين ما بين المصراع الى المصراع مئة فرسخ الفرسخ بالحسابات الأرضية قد يصل إلى خمسة آلاف متر الفرسخ الواحد ما بين المصراع إلى المصراع مئة فرسخ مثل ما قلت لكم الفرسخ بالحسابات الأرضية خمسة آلاف متر مئة فرسخ فإننا نصل إلى نصف مليون متر ما بين المصراع إلى المصراع إنها حضارة مختلفة عن حضارة الأرض وفيهم عبادة واجتهاد شديد ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع مئة فرسخ لهم تقديس واجتهاد شديد لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع راسه من سجوده طعامهم التسبيح ولباسهم يبدو ولباسهم الورق ولكن الذي جاء مطبوعا ولباسهم الورق فهل المراد الورق الورق كورق الاشجار مثلا او الورق الورق كورق الكتابه او انه الورق ولباسهم الورق والورق الفضه لكن السياق يعين ان يكون الكلام ولباسهم الورع لهم تقديس واجتهاد شديد الاجتهاد العمل المتواصل بإخلاص لهم تقديس واجتهاد شديد لو رايتموهم لاحتقرتم عملكم يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع راسه من سجوده طعامهم التسبيح ولباسهم الورق ولباسهم الورق ووجوههم مشرقه بالنور اذا راوا منا واحدا لحسوه بحسبهم هؤلاء يختلفون عن البشر كائنات بحسب عالمهم إذا رأوا منا واحدا لحسوه واجتمعوا اليه وأخذوا من أثره إلى الأرض يتبركون به لهم دوي إذا صلوا اشد من دوي الريح العاصف فيهم جماعه لم يضعوا السلاح منذ كانوا لماذا ينتظرون قائمنا يدعون ان يريهم اياه يدعون الله أن يريهم إياه وعمر أحدهم ألف سنة إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة وطلب ما يقربهم إليه ما يقربهم إلى الله ما يقربهم إلى قائم آل محمد والمعنى واحد من أطاعكم أطاع الله ومن أحبكم أحب الله ومن تقرب إليكم تقرب إلى الله هذه المضامين واضحة في ثقافة العترة الطاهرة إذا حبسنا لم نصل إليهم ظنوا أن ذلك من سخط يتعاهدون ساعة التي نأتيهم فيها ينتظرونها لا يسأمون ولا يفترون يتلون كتاب الله كما علمناهم وإن فيما نعلمهم ما لو تُلِي على الناس لكفروا به ولأنكروه يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه فإذا أخبرناهم به إن شرحت صدورهم لما يسمعون منا ويسأل الله طول البقاء وأن لا يفقدونا ويعلمون أن المنة من الله عليهم فيما نعلمهم عظيمة ولهم خرجة مع الإمام مع الإمام القائم يخرجون معه الرواية طويلة إلى أن تقول: ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، حديد مختلف عن حديد أرضنا ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده هؤلاء من جمله جند الامام القائم وعسكره مشروع صاحب الامر ممتد ليس محصورا بالارض يمتد الى كل السماء الدنيا الى كل هذا الكون الفسيح ولا يقف عند زينه السماء الدنيا سيمتد الى السماوات العلى حيث تتعانق وتلتقي عوالم الغيب مع عوالم الشهاده فزينه السماء الدنيا هي من عوالم الطبيعه من عوالم الشهاده اما السماوات العلى والملا الاعلى فتلك عوالم الغيب والمشروع المهدوي مشروع تتعانق فيه عوالم الغيب مع عوالم الشهاده الارض عاصمه والدوله ممتده في عالم الطبيعه في عالم الشهاده عبر كوننا الواسع الفسيح نحن لا نعرف الحقيقه الكامله هذه الروايات تحدثنا عن جوانب في كوننا العظيم الواسع الروايه ايضا تخبرنا من ان الحديد لا يعمل بهم هؤلاء محصنون وهؤلاء مدرعون ولا يؤثر حديد الارض فيهم اي حديد كل الحديد وحديدهم يختلف عن حديد الارض فما مر علينا قبل قليل في روايه امامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن مدينتين بالمشرق والمغرب عليهما سور من حديد قلت لكم هذا الحديد ما هو من حديد الارض كهذا الحديد الذي تتحدث عنه الروايه لا اقصد ان الحديد هناك كالحديد هنا وانما في كل بقعة لها عناصرها لها معادنها لها خصائصها فهنا إمامنا الصادق يحدثنا عن سيوف هؤلاء فيقول ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده وفي الوقت نفسه فان الحديد لا يعمل فيه هذه مجموعات ومجموعات هائله من جندي صاحب الامر هؤلاء ليس للارض فقط للارض وللسماء الحكايه طويله عريضه برنامج امام زماننا مركز في الارض لانها العاصمه ممتد في كل ما يسمى بحسب الاصطلاح القراني بزينه السماء الدنيا انه كوننا الدنيوي الفسيح الواسع لا اريد ان اقرا اكثر من ذلك فلقد عرضت بين ايديكم من نماذج الاحاديث التي تخبرنا عن الكائنات الكثيره وعن الدواب الهائله عددا ووصفا في السماء الدنيا وكل ذلك جزء من المشروع المهدوي الاعظم وتلك علامات تشير الى عظمته وتلك اشارات تدفعنا ان نسير في مسار التعظيم لا ان نسير في مسار التخزين وهذا هو عنوان حديثي المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتخزين نذهب الى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات, صلوات الله, الله عليه, عليه يقول, يقول: ان لقيام القائم علامات تكون من الله, الله عز وجل, عز وجل للمؤمنين قلت, قلت وما هي؟ جعلني الله فداك، قال قول الله عز وجل: ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في اخر سلطانهم والجوع بغلا اسعارهم ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من الانفس قال موت ذريع, ذريع. ونقص من الثمرات قله ريع ما, ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله ان الله عز وجل يقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم صار واضحا من كل البيانات المتقدمه منذ ان حدثتكم عن الدوله السليمانيه وعن ذي القرنين وعن الرحله الفضائيه التي قادها امير المؤمنين وعان وعان الى ما عرضته بين ايديكم من نماذج من الاحاديث التي قراتها عليكم من بصائر الدرجات في هذه الحلقه لابد ان تعلموا من ان الاحاديث بهذا المضمون كثيره كثيره في كتبنا ما عرضته لكم يمثل جانبا من هذه الاحاديث الشريفه نحن لا نملك دليلا حسيا ولا نملك وثيقه من المجامع العلميه المختصه بعلوم الفضاء تثبت لنا من ان مخلوقات غير الانسان تعيش في هذا الكون الاحتمال من جهه عقليه قائم ومن جهه علميه بحسب المعطيات العلميه المتوفره الاحتمال قائم ايضا فالاحتمال العقلي قائم والاحتمال العلمي قائم لكنني في هذا البرنامج لا احدثكم وفقا لهذا المنطق انني احدثكم وفقا لمنطق حديث الثقلين ان اتمسك بالكتاب المفسر بتفسيرهم وفي الوقت نفسه فاني اتمسك بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم والذي ياتي منسجما انسجاما كاملا تاما مع قرانهم المفسر بتفسيره المنطق الذي يحكمني ويحكم هذا البرنامج هو هذا فانا لست محكوما بالاحتمالات العقليه ولست محكوما بالاحتمالات العلميه التي يضعها علماء الفضاء في عصرنا على طاوله البحث العلمي انا لا انكر ذلك لكنني اتحدث وفقا لمنطق اخر المنطق الاكاديمي انا احترمه بحدود دائرته فالمنطق الاكاديمي له دائره لا يستطيع ان يعمل خارجها المنطق الاكاديمي في دائره العلوم المختبريه يتبنى ما تنتجه التجارب العملية الحسية في المختبر ويتبنى ما تنتجه عمليات الرصد والملاحظة والمتابعة ويتبنى ما تخرجه قوانين الرياضيات وقوانين الفيزياء الرياضية إنه حساب على الورق وفقا للمنطق الرياضي ووفقا للبديهيات الثابتة بحسب شرائط وقواعد المنطق الأكاديمي الذي يعتمد الحس والمراقبة والملاحظة والرصد فما تنتجه العلوم المعاصرة وفقا لهذا المنطق ووفقا لهذه الضوابط اني احترمه بحدود قواعد هذا المنطق وهذا المنطق هو الذي يقيد نفسه فلا يعطي لنفسه اجازه ان يتحرك خارج دائره الحس وان يتحرك خارج دائره الملاحظه والمراقبه والرصد المنطق الاكاديمي محترم عندي ومصدق بحدود ما يعطي لنفسه من مصداقيه علميه واضحه. اما انا في برنامجي هذا فانني اتحدث بمنطق اخر انه منطق حديث الثقلين ومنطق حديث الثقلين لا ياتي معارضا ولا رافضا لمنطق العلم الاكاديمي بحدود ضوابطه منطق حديث الثقلين لن يكون معارضا لمنطق العقل السليم العقل السليم له حدود لا يستطيع ان يتجاوزها والعقل السليم يحترم حدوده حينما ينتقل الكلام الى مساحه الغيب فإن العقل يلملم اطرافه هنا فليس له من مجال كي يتمدد بأطرافه في مساحة الغيب. أنا أحترم العقل غاية الإحترام. وأحترم منطقه. وأتمسك بالمنطق السليم للعقل السليم الواضح. لكنني في الوقت نفسه أؤمن بحدوده التي هو يؤمن بها واحترم منطق العلم الاكاديمي في الحدود والضوابط التي يضعها لكنه ليس من حق منطق العقل السليم ولا من حق منطق العلم الاكاديمي ان يمنعني ان اتمسك بمنطق حديث الثقلين في مساحه الغيب وعندي ما عندي من ضوابط ومن قواعد استطيع اثباتها في دائره المنطق الذي اتحدث عنه مثلما العقلاء يتحدثون في حدود قواعد المنطق العقلي ومثلما العلماء الاكاديميون يتحدثون في حدود المنطق الاكاديمي فانني كذلك أتحدث بحدود المنطق الغيبي. المنطق الغيبي ليس منطقا جزافيا. إنه يعتمد على المعارف التي نأخذها من سادة الغيب. فسادة الغيب هم مطلعون على غيبهم. مثلما العلماء الاكاديميون من علماء الفضاء هم مطلعون متخصصون في هندسه الفضاء في فيزياء الكون في العلوم التي ترتبط بمجال تخصصهم والتي هي خاضعه للمنطق الاكاديمي ذلك مجالهم وهذا مجالي فانا اتحدث في هذا البرنامج وفقا لهذا المنطق هذه الروايات ما هي بخرافات هذه الروايات ما هي باساطير هذه احاديث ساده الغيب المنطق الاكاديمي لا يستطيع ان يتمدد الى المساحه هذه ما هي بمشكله مساحه الغيب هي مشكله المنطق الاكاديمي وكذلك بالنسبه للمنطق العقلي لا يستطيع ان يتمدد الى مساحه المنطق الغيبي ما هي بمشكله المنطق الغيبي انها مشكله المنطق العقلي يصل الى حد ما ويتوقف والاحترام كل الاحترام للمنطق العقلي حيث يحترم حدوده وكذلك الاحترام كل الاحترام للمنطق الاكاديمي حيث يحترم حدوده والامر هو هو بالنسبه للمنطق الغيبي ان يكون هذا المنطق منضبطا بمعارف اهل البيت معارف اهل البيت تنضبط في اصلين الاصل الاول قرانهم المفسر بتفسيرهم بهذا الشرط وعلى هذا بايعنا في بيعه الغدير قرانهم المفسر بتفسيرهم حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ان نعتمد المنطقه العلويه الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير هكذا اخذ علينا رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي قواعد المنطق العلوي قواعد التفهيم العلوي فحينما اتحدث عن منطق غيبي هذه القضيه ما هي بقضية اعتباطية وما هو بمجال يستطيع كل أحد أن يخوض فيه لا بد أن يكون ملتزما متمسكا بهذه القواعد وهذه الأصول وإلا فإنه سيقع في دائرة ضلال السقيفة وأشباهها في دائرة ضلال سقيفة بني ساعدة وفي دائرة ضلال سقيفة بني طوسي لا بد من الالتزام ولا بد من التمسك بهذه القواعد وهذه الأصول مثل ما قالوا لنا علينا الاصول الاصول عليهم والتفريع علينا الاصول على محمد وال محمد اما التفريع وهو التطبيق وهو محاوله الفهم وهو محاوله السير للوصول الى النتائج عبر ما هم ينتجونه لنا بحسب اصولهم وقواعدهم. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان ايتان تكونان قبل, قبل القائم لم من يكونا منذ هبط ادم عليه السلام, آدم السلام الى الارض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكشف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط ادم عليه السلام المنطق العقلي بحسب شرائطه لا يستطيع ان يزحف باتجاه منطقتي التي كنت اتحدث فيها الا بحدود انه لا يملك الاسباب التي تجعله ينكر ما ذكرته من الحقائق فهو لا يستطيع ان يلج في اجواء منطقتي فانا اتحدث في منطقه المنطق الغيبي وفقا لحقائق الكتاب والعتره المنطق العقلي لا يستطيع ان يزحف باتجاه منطقتي إلا في هذه الجهة من أنه يكون مؤيدا لأنه لا يوجد سبب بحكم العقل يدفع إلى إنكار هذه المضامين قطعا هذا الكلام يكون إذا أردنا أن نأخذ المضامين بعيدة عن قيمتها الغيبية المعصومة وإلا إذا كانت المضامين مؤيدة بالقيمة الغيبية المعصومة فإن العقل السليم يقر بصحتها للذي يعتقد بقيمتها الغيبية المعصومة الذي يعتقد بقيمتها الغيبية المعصومة فإن العقل السليم المجرد يقر بصحتها بالنسبة للمعتقد بمصدرها الغيبي المعصوم. انا لا اريد ان اناقش هذا المطلب واتشعب فيه كثيرا. وكذا بالنسبه للمنطق الاكاديمي فانه لا يستطيع ان يتمدد وان يزحف باتجاه منطقتي، اما انا استطيع ان اتحرك باتجاههما باتجاه المنطق العقلي وباتجاه المنطق الاكاديمي كيف ذلك سأبين لكم سأبدأ معكم من ثلاثه فيديوات هذه الفيديوات تتحدث عن اجسام طائره في الفضاء مجهوله مواصفاتها لا تشابه مواصفات ما عندنا من اجسام طائره في الارض نحن عندنا اجسام تطير في الارض الطائرات بكل اشكالها الصواريخ بكل اشكالها الاقمار الصناعيه بكل اشكالها المناطيد بكل اشكالها هناك اصناف من الاجسام الطائره في ارضنا هذه الفيديوات تعطينا معلومه عن اجسام طائره في فضاء الارض لم يستطع اهل الارض ان يعرفوها انا لا اريد ان اخذكم باتجاه الحديث عن الخيال العلمي انا اريد ان اضع حقائق بين ايديكم لا اريد ان احدثكم عن اخبار تنتشر على الانترنت لا يعلم صدقها ولا تعرف مصادرها انا لا اريد ان احدثكم عن اخبار تنتشر في الصحف والمجلات من دون ان ندرك حقيقتها وقد تكون حقيقيه لكننا لا نملك الطريقه الى معرفه صدقها من عدم صدقها فانا لا اريد ان اخذكم في جوله من الخيال العلمي ابدا ساضع بعض الحقائق التي لا يستطيع منصف ان ينكرها يريد ان يعطي لها بعدا لنفي هذه الحقيقه لنفي حقيقه ان اجساما طائره في فضاء الارض تتردد بين الفينه والاخرى في مختلف بقاع العالم وقد تتركز في بعض المناطق من العالم هذه حقيقه يريدون ان يعطوا لها ابعادا اخرى ذلك امر راجع اليهم وانا لا اريد منكم ان تتفقوا معي انا ساعرض لكم الحقائق والامر راجع اليكم احترموا عقولكم وساعرض المطالب الصحيحه لن اذهب بكم في اجواء كل كلام يقال لانني اذا اردت ان اذهب بكم في اجواء كل كلام يقال فهذه متاهه وهذا هزال لا يتناسب مع مستوى العقائد التي تطرح في هذا البرنامج. سنة 2004 ميلادي طيارون امريكان وهم في طائراتهم في الجو رصدوا جسما طائرا في الفضاء لم يعرفوا حقيقته هذا في سنه 2004 ميلادي سنه 2007 سربوا هذا الفيديو سربوا فيديو الجسم الطائر في الفضاء والذي لم يكن جسما ارضيا بحسبهم هم الحادثه حدثت سنه 2004 في الاجواء الامريكيه والذين صوروها امريكان طيارون امريكان وسرب هذا الفيديو سنة 2007 وبعد ذلك سنة 2015 أيضا طيارون أمريكان صوروا أجساما متحركة في الفضاء ما هي من الأجسام الأرضية الطائرة سنة 2015 وسرّبوا من الفيديوهات اثنين مع الفيديو الذي سرّب في 2007 صار عندنا ثلاث فيديوات هذه الفيديوات التي سربت البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية سنة 2020 هي من نشرت هذه الفيديوات واقرت بها اقرت من ان هذه الفيديوهات حقيقيه لم يقولوا شيئا عن الاجسام التي تظهر في هذه الفيديوهات الفيديوهات بعدما سربت حدث هناك ما حدث من كلام ولغط كثير في الولايات المتحده الامريكيه وزارة الدفاع الأمريكية أرادت أن تقطع النزاع في هذا الموضوع فهي من بثت ونشرت هذه الفيديوهات ونشرت على وسائل الإعلام من قبل وزارة الدفاع الأمريكية الفيديوات في الأصل صورها طيارون أمريكا الفيديو الأول سنة 2004 وأربعة ميلادي وسربوه سنه 2007 الفيديو الثاني والثالث صوره الطيارون الامريكيون سنه 2015 وسربوه سنه 2017 سنه 2020 بعد ما حدث ما حدث من كلام ومن اخذ ورد حول هذه الفيديوات سنه 2020 وزارة الدفاع الأمريكية هي من رفعت الحظر عن هذه الفيديوهات سأعرض لكم هذه الفيديوهات مثلما قلت لكم أنا سأضع بين أيديكم معلومات حقيقية لا أضع كلاما جزافا رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول هذا فيديو لجسم يطير في الفضاء صوره طيار امريكي وهو في طائرته وهو في الجو وهذا الجسم لا يشبه الاجسام الطائره الارضيه هذه الحادثه حدثت في الاجواء الامريكيه سنه 2004 ميلادي. سرب هذا الفيديو بشكل غير رسمي سنه 2007 وسربت بعد ذلك فيديوات اخرى وحدث ما حدث من كلام ومن تفسيرات اضطرت وزاره الدفاع الامريكيه ان ترفع الحظر بنفسها عن هذه الفيديوهات التي هي تصور وقائع حقيقية الفيديو الثاني رجاء اعرضوه لنا <applause> We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Don't all-ting, dude. That's not on LNS though, is it? It's not? I do have an LNS, dude. Well, if there's like... A thing? thing! It's rotating. هذا الفيديو صوره الطيارون الامريكان سنه 2015 سرب بشكل غير رسمي سنه 2017 الى ان رفعت وزاره الدفاع الامريكيه الحظر عن سنه 2020 بشكل رسمي رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثالث سرعته هائلة جدا. بحيث كان من الصعوبة أن يضبط تصويره هذا الفيديو في نفس تاريخ الفيديو الثاني 2015 وسرب 2017 وزاره الدفاع الامريكيه رفعت الحظر عن هذه الفيديوهات الثلاثه هذه الفيديوهات تنقل وقائع حقيقيه امامكم امام اعينكم لن اعلق اكثر من ذلك وانما ساذهب بكم الى البي بي سي العربي الى تلفزيون البي بي سي العربي وساعرض لكم التقرير كاملا حتى مع تعليقات المعلقين العرب انني اريد ان اضع المعطيات بين ايديكم احتراما لعقلي ولعقولكم واتمنى عليكم ان تحترموا عقولكم رجاء اعرضوا لنا فيديو البي بي سي العربي اعتادت هوليوود على تصوير المخلوقات الفضائية بهذا الشكل بلباس فضي لميع يتكلمون الإنجليزية ويركبون الصحون الطائرة لا أعلم لماذا ودائما لديهم مهمة في الأرض ويريدون أخذ شيء معهم مؤخرا رفع البنتاغون سرية عن ثلاث فيديوهات سبق ان تم تسريبها في عام 2007/2017، يقول انها ظواهر جويه غير مفسره تظهر فيها اجسام طائره مجهولة الهويه، او كما يسمى يو اف الفيديوهات التقطها طيار البحريه عن طريق كاميرات خاصه، تعود لعامي 2004 و2015. هذا اولها. يظهر هذا الجسم الطائر هناك كبقعه ضوء صغيره.

اما الفيديو الثالث فصوره الطيار اثناء تحليقه فوق المحيط جسم مستطيل مكعب يصعب رؤيته يخرج بسرعه فائقه من الكادر او من نطاق حساس الاسلحه الى اليسار ثم بعد ثواني يلتقطه الحساس من جديد ويبدو جسما سريع الحركه جدا الجمهور العربي له معرفة جيدة منذ الطفولة بالصحن الدوار وشعاع الفضاء والرزة المزدوجة والكواكب كلها وحيد الجلالي يقول وحيد الجلالي محمد لطيف البجيدي لا هذه وحيد الجلالي لنبدأ بوحيد الجلالي يقول يوفو عدم جديد الظاهر مع أزمة كورونا سنحتاج لجراندايزر ودوق فليد لإنقاذ كوكب الأرض من غزو القائد جاندال وكوكب فيجا لا أظن أن جراندايزر يستطيع ذلك لأن جونجر هو الذي سيسحقهم محمد لطيف البجادي يقول والله ما أدري لكن ربما تكون مركبات تابعة لبرامج دفاعية أو تجسسية سرية لأن لها سابقة أثناء الحرب الباردة أما ليسا فران يقول أمريكا فقدت مصداقيتها مصداقيتها مع هذا الفيروس وأصبحت تتلاعب بعقول العرب الصغار يا أخي ما في لا صحون ولا ملاعق طائرة ماهر نوفل هذه تغريدة ماهر عندما تكون هناك مشاكل سياسية كبرى تجد موضوع الأطباق الطائرة يخرج إلى الإعلام أما بالنسبة لعلي أحمد علي يقول في هذه التغريدة التي أتوقف عندها بالعراق من يموت أكثر من خمسين ألف شخص معناها القطاع الصحي متدهور ومن تطلع الاول بالصرف على السلاح وعايف الصحه معناتها تحتاج الى تقرير البنتاغون بسالفه اجسام طائره واذا من 2004 الى هسه امريكا ما عرفت شنو هالاجسام لا تخل تقعد على صفحه وتشوف لنا روسيا شنو الفيلم بما ان الفيديو تم تسريبه سابقا او هذه الفيديوهات تم تسريبها سابقا لماذا اذا رفعت البنتاغون السريه عنها هذا ما قاله لتبديد المفاهيم الخاطئه لدى الراي العام بشان ما اذا كان الفيديو المتداول حقيقه ام لا او ما اذا كان هناك المزيد من مقاطع الفيديو ام لا. هذه الظواهر الجويه التي لوحظت في مقاطع الفيديو لا تزال توصف على انها مجهوله الهويه. الكونغرس الامريكي بعد ذلك طلب من وزاره الدفاع ان تقدم توضيحا طلب من وزاره الدفاع الامريكيه ان تقدم توضيحا وان تشرح ذلك في تقرير مفصل بخصوص هذه الفيديوهات وفعلا وزاره الدفاع الامريكيه رفعت تقريرها بتأريخ 25 واحد 2021 ها هو تقرير وزارة الدفاع الأمريكية أمامي على الطاولة بخصوص هذا الموضوع قبل انتشار التقرير وتقديم التقرير هناك فيديو يعود الى قناه سكاي نيوز العربيه الى فضائيه سكاي نيوز العربيه الحديث فيه عن هذا الموضوع وتحديدا قبل نشر التقرير بيوم يعني بتاريخ اربعه وعشرين واحد الفين وواحد وعشرين رجاءً اعرضوا لنا الفيديو زال الأجسام الطائرة المجهولة تشغل الأمريكيين وإدارتهم فبعد تجاهل هذه الظاهرة تنتظر نتائج تحقيق بدأ في أغسطس الماضي بشأن هذه الظاهرة ويتوقع أن يصدر الفنتاجون تقريراً بهذا الخصوص قبل نهاية الشهر الجاري وكان سبق ذلك تقديم نسخة سرية من تقرير الفريق المحقق إلى أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق وذكرت معلومات حينها أن التقرير لم يعثر على أي دليل على نشاط كائنات فضائية. ما المرتقب من هذا التقرير؟ وماذا يمكن أن تكون هذه الأجسام الطائرة؟ ينضم إلينا من واشنطن الخبير في الأمن القومي توم روجن. سيد توم اهلا بك معنا دائما في غرفه الاخبار السؤال اللي يطرحه كل من يتابع وليس فقط الامريكيين كل من يتابع هذه الظاهره وتطوراتها ماذا وراء استمرار تجاهل هذه الظاهره لسنوات طويله وهل بامكان اليوم تقرير البنتاغون انهاء الجدل الحاصل حولها أعتقد أن النقطة الأولى ل... التي ينبغي أن نعلمها هي أن الحكومة الأمريكية لا تعرف الكثير بشأن هذا الموضوع وعن أجسام الطائرة المجهولة التي يعتقد بأنها طائرات أو أجسام ذكية أو بأنها إذا ما إذا كانت تابعة للصين أو روسيا أو الولايات المتحدة أو الشركات الكبرى إذا هناك مجهول وهذا حدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولكن الولايات المتحدة لا تعرف ما يحدث حقا وما ت... لكن ما تعرفه هو أن هذه الأجسام الطائرة تتحرك بطريقة غير متوقعة فيزيائيا فهي مثلا ليس لديها الأجنحة وتقف فجأة في السماء وتبدو بأنها لا تتعب وتسافر آلافا من الأميال في ثوان يمكن أن تذهب في الفضاء إذا هناك شيء غير عادي يحدث وفي الوقت ذاته من المهم أن نتذكر رغم أن تلك الأجسام الطائرة المجهولة هي مجهولة ولكن العديد من الأجسام الطائرة المجهولة هي طائرات فقط غير مجهولة أو هناك شهود ربما شاهدوا ضبابا أو خدعتهم أبصارهم أو ربما تكنولوجيا جديدة تستعملها دول مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة لي طبعا للتجسس على دول أخرى إذا هذا التقرير سيحدد ويقول بأن الحكومة لا يمكن أن تشرح أشياء ولكن أيضا سيقترح بأن هناك أسئلة كثيرة ينبغي أن تطرح قبل أن نصل إلى تأكيد أو فهم أفضل لما نتعامل معه هلا في نهاية المطاف سيد توم هناك مجهول كما سميته يسرح ويمرح في فضاء او في سماء الولايات المتحده ولا يمكن لربما غض النظر عنه او تجاهله وبالتالي اليوم التسريبات اللي يعني وردت قبل ما يصدر هذا التقرير تشير الى انه لم يعثر هذا التقرير على اي دليل على نشاط كائنات فضائيه وبالتالي الى اي مدى يمكن الوثوق؟ بنتائج التقرير بتقديركم الى اي مدى يمكن لهذه التحقيقات الخطره التي الكل ينتظر يعني نتائجها ان تعلن للناس اعتقد بانه من المهم ان نقول شيئا ما، هذه ظاهره دوليه لا تحدث فقط في الولايات المتحده، انها تحدث خاصه مثلا مع البحريه الامريكيه، والحكومه الامريكيه تعتقد بانه لاي سبب من الاسباب هذه الاجسام الطائره المجهوله ربما تقترب الى الاجسام او المنشات النوويه، وراينا ذلك الرابط بين الطاقه النوويه او الاسلحه النوويه والاجسام الطائره المجهوله، ولكن بالنسبة للحكومة الامريكية لتقول بانه ليس لدينا اي ادله بان هذه كائنات فضائية فهذا جيد لانه ماذا ستكون؟ هل ستكون اجساما او مثلا اناسا من الفضاء وثم يلقى القبض عليهم وسيكون هذا شيئا لا يصدق ما لدى الحكومة الان او ما في التقرير هو ادله من الرادارات ومن ايضا من الجيش وحتى على الارض هناك رادارات على الارض وهناك ايضا كانوا شهودا من الجيش وايضا كما فهمت فهناك على الاقل بعض المواد اتت من الاجسام الطائره المجهوله وهي بقايا الاجسام التي لديها اشكال لمعادن وطبعا هي غير تقليديه ولا يمكن فهم من اين جاءت او كيف انتجت اذا هناك الكثير من الاسئله ولكن علينا ان ندرك بان هذه القضيه جديده نسبيا لتصبح طبعا مثيره للاهتمام للناس عموما وطبعا بفضل شخص اسمه ليزوندو والذي تحدث عن برنامج الحكومه الامريكيه خاص بالاتصام الطائره المجهوله اعتقد بان على بعد سنوات قبل ان نصل الى حقيقه لنعرف ما يحدث ما اذا كان هذا جنونا او ان الناس يختلقون هذه القصص، الحكومه الامريكيه بكل تاكيد تكترث لهذه القضيه وعلينا ان نهتم سواء كان من الاعلام او الجيش او العلماء وغيرهم سيد توم هل يمكن ان يكون جنونا؟ اليوم في عندنا مقاطع مصوره بشانها توفرت خلال الاونه الاخيره، هناك طيارون امريكيين الأمريكيون أكدوا وجودها أيضا رصدوها بوتيرة يومية يقال انه طيلة فترة التدريبات اللي كانوا يجرونها جنوبي شرقي بحر فيرجينيا ويعود ذلك للعام 2014 وبالتالي المسألة ليست بالجديدة طبعا الأمر ربما يعود حتى 2004 ولكن حتى ربما قبل ذلك مع طبعا شهود من الجيش مثلا بشأن مشروع مانهاتن في 1945 تحدثوا عن هذا الأمر أيضا ولكن الحكومة تجاهلت ذلك لوقت طويل لأنها لم تفهم ذلك ولم يريدوا أن يخيفوا الناس لأن الأمريكيين طبعا تعرفون بأنهم يقولون بأن إذا كان هؤلاء يطيرون في فضائنا فعلينا ان نتعامل معهم ولكن الان التكنولوجيا تقدمت ولكن نعم لقد ذكرت تلك النقطة بشأن الطيارين والفيديوهات التي نشرت هناك الكثير الذي لم ينشر أيضا وحدث أيضا في بقية دول العالم وخاصة مع الجيش الأمريكي في العديد من المناطق مع طبعا حاملات الطائرات وغيرها إذا الكثير ربما سينشر ولذلك الحكومة تنشر هذا التقرير لأنها تعلم بأنها لا يمكن أن تتجاهل هذا الموضوع وإلا فإن هذا هذا سيمثل ضغطا كبيرا عليها وطبعا الفيديوهات ستنتشر ولذلك فقط عليهم ان يتخذوا هذا القرار بطبيعه الحال يعني الكثير من التقارير تحدثت عن اشكال هذه الكائنات عن تكوينتها وبالتالي البعض يؤكد حتميه وجودها، سنكون بانتظار نتائج هذا التقرير سيد توم روجن شكرا لك على المتابعه حضرتك الخبير في الامن القومي وتحدثنا من واشنطن هذا البرنامج كان قبل نشر التقرير بيوم التقرير بين يدي بشكل موجز ومختصر لاهم مطلب في التقرير هو التفسير هو تفسير هذه الظاهره هم وضعوا خمسه احتمالات الاحتمال الاول ربما تكون هذه الاجسام طيور بالونات تستخدم لدراسه الطقس او طائرات بدون طيار طائرات درون تستخدم لاغراض التسليه واللعب هذا الذي شاهدتموه في الفيديوهات ينطبق عليه هذا الكلام طيور بالونات تستخدم لدراسه الطقس بهذه السرعه الهائله طائرات درون تستخدم لاغراض التسليه واللعب هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني بلورات جليد او ظواهر جويه بسبب تغير درجات الحراره او الرطوبه هكذا تنتج اجساما تتحرك بهذه الطريقه اي منطق هذا؟ على اي حال الاحتمال الثالث ان تكون هذه الاجسام تابعه لبرنامج وزاره الدفاع الامريكيه السري عندهم برنامج سري قطعا لن يحدثوا عامة الأمريكيين عن نذهب إلى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه الاحتمال الرابع ان تكون هذه الاجسام ضمن برامج متقدمه لانظمه روسيه او صينيه الاحتمال الخامس انه هناك اشياء اخرى ما هي هذه الاشياء الاخرى هناك اشياء اخرى احتمال الاول طيور بالونات للطقس احتمال الثاني ظواهر جويه احتمال الثالث برنامج وزاره الدفاع الامريكيه السري الاحتمال الرابع هذا راجع الى الصينيين والى الروس الاحتمال الخامس هناك اشياء اخرى انتم شاهدتم الفيديوهات واستمعتم الى المتحدثين واستمعتم الى الاعلام وهذا امر راجع اليكم مع ملاحظتي أن الفيديوهات التي صورها الطيارون الأمريكان كثيرة جدا هذه الفيديوهات التي عرضت ما هي إلا أنموذج ما هي إلا مثال هذا يعود بي إلى نهاية السبعينات إلى ألف وتسعمية وثمانية وسبعين في الكويت طبق طائر بل ربما أطباق طائرة في الكويت رجاء أعرضوا لنا فيديو من جريدة القبس الكويتية القصة بدأت بتاريخ 12-11-1978 لما انطفت محطة أم العيش التابعة لشركة النفط وعلى طول طلعوا سبع مهندسين وفنيين ومعاهم خبير أمريكي عشان يعرفون وين الخلل ولما وصلوا شافوا طبق طائر واقف يم محطة أم العيش واستغرق وجود هذا الجسم أكثر من سبع دقائق وبعدها ارتفع وطار واختفى ومن طار رجعت الكهرباء للمحطة واشتغل جهاز اللاسلكي اللي من خلاله تم إبلاغ وزارة الداخلية وطبعا احضروا الشرطه وعينوا المكان واخذوا اقوال الشهود السبعه وصار هذا الموضوع حديث الكويت كلها وطبعا القبس غطت هذه الواقعه وقابلت مدير عام الشرطه اللي اكد بان هناك مهندسين وفنيين ومعاهم خبير امريكي شافوا الطبق الطائر وان الاطباق الطائره تحب الاماكن المكشوفه وبعدها بثلاث ايام تم تشكيل لجنه من قبل مجلس الوزراء مكونه من وزاره الداخليه والدفاع والمواصلات لدراسه الموضوع وعرضه على مجلس الوزراء. الموضوع كان شاغل الكويتيين لدرجه ان تلفزيون الكويت قابل شخص يدعي بانه شاف طبخ طائر. شوف المقابله. صور اللي التقطها المصور الصحفي علي شاش لما اطلق عليه الاطباق الطائره. وقبل ان تلتقط هذه الصور بدات هذه القصه فلنسمعها معا. الساعه 11:30 يوم الجمعه كنت بتكلم مع صديقي وكان الشباك مواجه لنادي القادسية وأنا كنت بطلع على وجه على جهة نادي القادسية فوجد جسم مريض لفت نظري بدون شك إنه يعني هناك بالنسبة لطبق الطائرة نزلت في الكويت مرات كما يقولون يعني قبل شهر أو أكثر شهر ونصف ويعني القوة الخارقة اللي من مثل طلاق الطائرة أدت إنه تفكيري يكون بهذه الصورة إي صح اللي سمعتوه فعلا فوق نادي القادسيه طبق طائر. وكبرت القضيه لدرجه ان الامارات رفعت حاله الطوارئ في محطاتها لمراقبه وجود طبق طائر. في تصريح نشر بكونه مع العالم الفضائي المصري فاروق الباز يؤكد بأن لا يستبعد وصول طبق طائر للكره الارضيه عشان تدرسنا وتدرس الارض. وفي تاريخ 24/1 1979 اعلن معهد الابحاث وفي مؤتمر صحفي بان الاطباق الطائره ما هبطت الكويت وان اللي شافوه الناس هو اجسام مضيئه وان مجلس الوزراء وافق على ان اللجنه تقوم بدراسه امكانيه انشاء محطه لرصد اي تغييرات في الارض والاجسام الغريبه والنجوم والنيازك. نذهب الى المقابله التي عرض الفيديو جزءا منها. فيديو المقابله عبر التلفزيون الكويتي في نهاية السبعينات هي الصور اللي التقطها المصور الصحفي علي شاش لما اطلق عليه الاطباق الطائره وقبل ان تلتقط هذه الصور بدات هذه القصه فلنسمعها معا الساعه 11 ونص يوم الجمعه كنت بتكلم مع صديقي في مواضيع عادية وكان الشباك مواجه لنادي القادسية وأنا كنت بتطلع على وجه على جهة نادي القادسية فوجد جسم مضيء لفت نظري فيما بعد طيب ممكن أنت تقول لنا هذا الجسم شلون شفته يعني؟ طبعا أنا عادي بتطلع في فوق نادي القادسية بكل عادية يعني كنت استمع لصديقي وعادي بس إلا أنه وجد وجود هذا الجسم بصور مختلفة لفت انتباهي وخلاني أنبه الأخ اللي معي بعدين يعني ذكرنا قصة الأطباق الطائرة وقلنا أنه طبق طائر بعد كذي صار بعد هيك نادينا يعني مجموعة من الشباب عشان شافوا معنا الصورة هاي وقرر الجميع بانه يكون طلب طائر. انا ركضت نزلت على علشان اتصل في الصحف فجمعت مجموعة من الصحف اللي بقراها عادة وحطيتها جنب التليفون واتصل التليفون، حاولت اتصل في المرة الأولى انقطع الاتصال. نعم بتشويش في يعني أنا اللي كنت بعتقده أمر عادي يعني شو في تداخل هاتفي أو من هذا القبيل بس لأنه أنا طرأت يعني تذكرت أنه ال الاتصالات الهاتفيه بامكانه يقطعها اللي هو الطبق الطائر. عاودت الاتصال ما في فائده. طيب منين عرفت هذه؟ منين عرفت من قراءاتك يعني؟ أه بدون شك انه يعني هناك بالنسبه للاطباق الطائره نزلت في الكويت مرات كما يقولوا يعني قبل شهر او اكثر شهر ونصف ويعني القوه الخارقه اللي بملك الطبق الطائر ادت الى انه تفكيري يكون بهذه الصوره وعاودت الاتصال مره اخرى ما في اي مكالمه ما في رد اطلاقا من التليفون ها؟ يمكن من التليفون؟ فعلا قد يكون هذا احتمال انه من التليفون او حراره او يكون التليفون يعني السبب يكون من التليفون ليس يعني مش سبب خارجي بس الا انه انا في ما يعني ما قدرتش اتحرك ابدا يعني فتره دقيقتين يعني اصبت يعني بذهول انا وجسمي بطل يعني ما قدرتش اقام لمده دقيقتين فاقد الشعور يعني بس فيما بعد نزلوا مجموعه من الاصدقاء لتحت و آه... لما نزلوا هناك انا حاولت الظاهر لانه صار مرت فتره حاولت الظاهر انه ما صار شيء يعني على اساس لانه انا اللي اكلت هاي حي... لحالي مصر. طيب هي اعصابك يعني منهاره اللي شوفك ال... الاطباق الطار اللي قريت عنها ولا الشيء غير لا يعني يعني... بس هذا كان يعني كان مكمل يعني يعني كان مكمل يعني ما كان شيء مثلا حاله نفسيه يعني او شيء عادي المساله كانت بس الا انه انا شعرت ب عدم تحرك ما عنديش يعني قوه اتحرك فيها او اداء لمده دقيقتين تقريبا وعودت انا فيما بعد لما نزل الشباب اربعه عشان أشوف شو صار يعني اتصلوا على. بعدين رجعت لي يعني قوتي وصرت عادي يعني فتكلمت انا اتصلت في رئيس تحرير السياسه السيد احمد الجار الله ورويت له القصه انا وشرحت له المكان اللي فيه والصور اللي بيظهر فيها كما قلت الطبق فارسل مصور اه, آه معنا, معنا علي شاش احنا نسينا ترى <applause> الاطباق الطائره يعني حديث شاغل الناس هو يعني عاده لما بيحصل اي شيء فجائي في الجريده مثلا كان زائر وصل فجاه او حادث لا قدر الله على طول الجريده بتتصل بالتليفون في البيت عندي على اساس انا كاميرتي واتوجه للحدث او للموضوع اللي مراد تصويره في الليله ديت اتصل بي الاستاذ محمد زين مدير التحرير وقال لي بيقولوا انه في طبق طائر فوق نادي القدسيه بتعرفه قلت له بعرفه قال لي خد كاميرتك انا كنت نايم في الحاله ديت والتليفون هو اللي يعني صحاني فاخدت الخبر واحد نايم وقايم ويقولوا له طبق طائر فوق نادي القدسيه بقيت مش عارف يعني اخد الكاميرا ولا اخد الفلاش و... التليفون, <applause> التليفون فكان الخبر يعني مفاجئ ليا فعلى طول لبست وخدت السياره والكاميرا وخدت كاميرتين معايا لان عاده تحصل بعض تقف كاميرا بتاع واللي حسبته لقيته برضو يعني فاخدت معايا كاميرتين ومعبين بالافلام ورحت على مكان بس طبق طاير وكل شغلي تفكيري طبق طاير رحت على النادي القدسيه زي ما بيقول لي وبعدين طبعا وشي للسماء لان والدنيا ليل ففعلا اول ما وصلت او نادي القدسيه او بعد نادي القدسيه بشويه بين سينما الاندلس ونادي القدسيه ظهرت قدامي دائره ضوئيه شديده يعني شديده الضوء وحجمها يعني كان يومها القمر ظاهر فكانت تقريبا الا هذه الصوره اللي قاعد نشوفها الحين اه بكت بالحجم الاكبر من كده فظهرت قدامي بشكل مضيء جدا وبعدين بتدور حوالين نفسها بسرعه فائقه جدا يعني اللي لاحظت انها ليه بتدور بسرعه فائقه لانه زي ملاحظ عمليه دوران حواف الدائره المضيئه نفسها ملاحظ عمليه دورانها يعني طبعا يعني انا ذهلت جدا لكن عارف المصور الصحفي دايما بالنسبه للمفاجات بيتعودت على ان الواحد يعني يتقبل الموضوع وبعدين يفكر فيه بعدين فابتديت طبعا الشكل تغير ابتدى حوالي 12 دقيقه يمكن كان بشكل دائري وبعدين شويه خلني اصور عيوني ابتدى من الشكل الدائري ابتدى يتحول الى هذا الشكل اللي هو قريب من المثلث تقريبا بس غير متساوي وابتدى يتحرك الحركه في الاول ابتدت وقف الدوران طبعا وابتدى يتحرك وبعدين خد الخط المستقيم اللي الكاميرا يمكن موضحها دلوقتي وابتدى يتحرك برضه بالحركه البطيئه لحد ما من فترة الحركة البطيئة دي لفترة حركة سريعة جدا بدأ يختفي الصور صغيرة بعد كده أكبر فأصغر فأصغر إلى أن اختفى لا الصورة الدائرية في صورة آه مدورة أيوة هذه ابتدأ يبتعد عني آه شوي 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 إلى أن تلاشى في آخر صورة يعني الصورة آه الصورة الصغيرة هذه آه خلاص تلاشى. من آخر واحدة عيوني بيدك هذه آه, إيه. آه آخر صورة تلاشى من أمامي تدريجيا انا شخصيا سمعت في حينها من بعض الكويتيين معلومات لا اريد ان اذكرها مع انني اصدقهم اصدق كلامهم لانني لا املك عليها دليلا استطيع ان اضعه بين ايديكم سمعت معلومات اكثر من كل هذا الذي قيل بخصوص الطبق الطائر الذي كان موجودا على الارض في منطقه شمال الكويت باتجاه العراق في المنطقه النفطيه الكويتيه في الحقول النفطيه الشماليه لا اريد ان اتحدث بكلام لا املك عليه دليلا لكنني ساعرض لكم وثيقه من موقع الوثائق المعروف ويكيليكس تقرير مرفوع من الدوائر المخابراتيه الامريكيه في الكويت الى وزاره الخارجيه الامريكيه عن هذا الموضوع رجاء اعرضوا لنا صوره الوثيقه الاصل هذه صوره الوثيقه الاصل للتقرير المرفوع من الدوائر المخابراتية الأمريكية في الكويت إلى وزارة الخارجية الأمريكية. واعرضوا لنا الصورة الحديثة التي تعرض على موقع ويكيليكس بالطباعة الحديثة. هذه الصورة طويلة الوثيقة طويلة فاعرضوا لنا هذه الوثيقة بشكل مقاطع هذه صورة لرأس الوثيقة وبعد ذلك اعرضوا لنا بقية المقاطع كل مقطع في صورة لوحدها الصورة الثانية الثالثة الرابعة الصورة الخامسة والأخيرة ما الذي جاء في هذه الوثيقه الذي جاء في هذه الوثيقه المرفوعه الى وزاره الخارجيه الامريكيه من مكتب شؤون الشرق الادنى وجنوب اسيا النقطة الأولى: سلسلة من مشاهد الأجسام الطائرة المجهولة في 9 نوفمبر دفعت الحكومة الكويتية إلى تعيين لجنة تحقيق من الخبراء في معهد الكويت للأبحاث العلمية وصف تقرير اللجنة الذي صدر في عشرين يناير ثمانية مشاهد من نوفمبر إلى أربعة عشر ديسمبر وكان هناك عدد من مشاهد مبكرة بالقرب من مركز تجمع شركة النفط الكويتية شمال مدينة الكويت الى بقيه الكلام انا لا اريد ان اقرا كل شيء لكن التقرير يثبت ان هناك العديد من الحالات شهدت فيها الاجسام الطائره المجهوله النقطه الثانيه من ان لجنة البحث العلمي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية رفضت الفكرة القائلة بأن الأجسام الطائرة المجهولة كانت عبارة عن أجهزة تجسس ولكنها بقيت مبهمة سواء كانت من خارج الأرض أم لم تكن الى بقيه الكلام التقرير طويل النقطه الثالثه ذكرت ما تم الحديث عنه في فيديو جريده القبس من ان جسما طائرا مجهولا كان موجودا في حقول نفط شركه النفط الكويتيه هكذا جاء في النقطه الثالثه بعض الاشخاص المحليين قالوا ان مشاهد الاجسام الطائره المجهوله التي جاءت في أيام عيد الأضحى من أنها لم تكن جدية البعض هكذا قالوا ومع ذلك فقد علمنا مؤخرا من معلومات من أناس متعقلين من الكويتيين وعن مسؤول رفيع في شركه النفط الكويتيه عن جسم طائر مجهول ظهر لاول مره في حقول النفط الشماليه مما تسبب في حدوث اشياء غريبه لمعدات الضخ الاوتوماتيكية لشركة النفط الكويتية فبحسب هذا المسؤول من أن هذه الأجهزة صممت لأن تغلق نفسها عند وجود عطل يمكن أن يلحق أضرارا بالغة بنظام تجميع ونقل البترول ولا يمكن فصله الا يدويا في وقت ظهور الجسم الطائر المجهول اغلق نظام الضغط تلقائيا وعندما اختفى الجسم الطائر المجهول بدا النظام بنفسه مره اخرى التقرير المرفوع الى وزاره الخارجيه الامريكيه ولم يتم تداول هذا الحدث من قبل تقرير لجنه البحث العلمي لمعهد الكويت للابحاث العلميه غلسوا عنه الطبق الطائر الذي نزل في شمال الكويت كان حقيقه وهناك ممن كان قريبا من المكان راى اشخاصا ينزلون من الطبق الطائر اذا صدقوا في كلامهم الى بقيه هذا التقرير المرفوع الى وزاره الخارجيه الامريكيه هذه معطيات معطيات حقيقيه الحكومات لا تتحدث عنها هذه حقائق مثلما قلت لكم انني ساعرض بين ايديكم مجموعه معطيات هذه المعطيات يصعب ان يتجاهلها الانسان والحكم اليكم نذهب الى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه انه يدفن ام ولد له وهي حيه مخافه ان تدل عليه ساعرض لكم وثيقه مهمه اخرى يمكنكم ان تجدوها في الموقع الالكتروني الرسمي للامم المتحده مقررات وقرارات الامم المتحده سنه 1979 والذي اتفقت عليه دول المنظمه المذكوره عدد الصفحات 278 صفحه هذه قرارات ومقررات وقوانين اعتمدتها الجمعيه العامه خلال دورتها الثالثه والثلاثين 19 سبتمبر إلى واحد ديسمبر ألف في نفس الأوقات التي كان الكويتيون يتحدثون عن الأطباق الطائرة عشر إلى تسعة يناير و23 إلى واحد مايو ألف وتسعة رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى هذه الصفحة الأولى هذا غلاف ملف القرارات والمقررات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة رجاء اعرضوا لنا الصفحة 237 وسبعة وثلاثين هذه صفحة 237 وسبعة واعرضوا لنا الصفحة التي وضعنا عليها إشارة حمراء هذا الموضع الذي سأقرأ عليكم ترجمته واعرضوا لنا الصفحة 238 وثمانية وثلاثين اعرضوا لنا نفس الصفحة وعليها الإشارة الحمراء هذه صفحة 237 وهذه 238 أشرنا باللون الأحمر على المواضع التي تحدثوا فيها عن الأجسام الطائرة المجهولة في قرارات ومقررات الأمم المتحدة سنة 1979 لو لم تكن هذه حقائق هل تتحدث عنها الدول ويناقشونها في هيئة الأمم المتحدة من جملة ما جاء في هذه المقررات أحاطت الجمعيه العامه علما بالبيانات ومشاريع القرارات التي ادلت بها غرينادا غرينادا دوله من دول البحر الكاريبي احاطت الجمعيه العامه علما بالبيانات ومشاريع القرارات التي ادلت بها غرينادا وبالمناسبه هناك الكثير من الكلام عن الاطباق الطائره في هذه المنطقه في منطقه غرينادا والبحر الكاريبي احاطت الجمعيه العامه علما بالبيانات ومشاريع القرارات التي ادلت بها غرينادا في الدورتين الثانيه والثلاثين والثالثه والثلاثين للجمعيه العامه بشان الاجسام الطائره المجهوله والظواهر ذات الصله ثانيا تدعو الجمعيه العامه الدول الاعضاء المهتمه الى اتخاذ الخطوات المناسبه للتنسيق على المستوى الوطني في البحث العلمي والتحقيق في الحياه خارج كوكب الارض بما في ذلك الاجسام الطاهره المجهوله وابلاغ الامين العام بملاحظات وبحوث وتقييم هذه الانشطه ثالثا تطلب الجمعيه العامه من الأمين العام أن يحيل بيانات وفد غرينادا والوثائق ذات الصله إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلميه لكي تنظر فيها في دورتها في عام 1979 رابعا ستسمح لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لغرينادا بناءً على طلبها بتقديم آرائها إلى اللجنة في دورتها في عام 1979. وستُدرج مداولات اللجنة في تقريرها الذي ستنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الرابعة والثلاثين. العملية مستمرة من الدورة الثانية والثلاثين إلى الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة الرابعة والثلاثين بحدود ما في هذا التقرير لو لم تكن هذه القضايا موجودة على أرض الواقع هل يصل الاهتمام بها إلى هذا الحد؟ أقرأ عليكم من الجزء الخامس والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة واحد وتسعين وهو ينقل هنا عن تفسير القمي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن سيد الأوصياء. امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام امير المؤمنين يقول هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الارض هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الارض مر علينا في الروايه التي قرأتها عليكم في الحلقه الماضيه حينما ذهب امامنا الباقر بصحبه جابر الجعفي الى الفضاء وجابر الجعفي قال من اننا دخلنا في عوالم كعالمنا هذا من جهه البناء والعمران ومن جهه سكانه امير المؤمنين يقول هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الارض مربوطه مربوطه كل مدينه الى عمود من نور طول ذلك العمود في السماء مسيرة مئتين وخمسين سنة من أي السنين هذه هذا أمر بحاجة إلى وقفة طويلة للخوض فيه وقت الحلقة صار طويلا وصار طويلا جدا لكنني سأختم بقراءة هذين الحديثين من دون تعليق من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة ستمية أو تسعة وتسعين الحديث الرابع عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إن لله عز وجل اثني عشر ألف عالم، كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أراضين، ما ترى عالم منهم أن لله عز وجل عالما غيرهم، ثم يقول إمامنا الصادق: وأنا الحجة عليهم لا اجد وقتا للتعليق. الحديث الاخر صفحه 713 اخر حديث وساذهب الى موطن الشاهد منه فالحديث طويل عن جابر بن يزيد عن امامنا الباقر جابر بن يزيد الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يقول في اخر الحديث لجابر الجعفي: وترى ان الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم، بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى الف الف عالم والف الف ادم، انت في اخر تلك العوالم. واولئك الادميين هذه الاحاديث بحاجه الى شرح والى بيان لكن وقت الحلقه صار طويلا نلتقي غدا لا زال الحديث متواصلا تحت هذا العنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم اسالكم الدعاء جميعا في امان الله